النقطة الأخيرة، الجفري بنجر من رأسه براو، قال المولد ما بنقول مباح بل هو سنة مؤكدة، والدليل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ده الدليل، سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤكدة، المولد سنة مؤكدة، لا نقول مباح، المولد سنة مؤكدة. ما هو المولد؟ المولد عبارة عن فرح بالله ورسوله. ما حكم الفرح بالله ورسوله؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك، الله أمرنا بالفرح، وذكر أهل التفسير فضل الله وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله، ورحمة الله وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله. الاحتفال بالمولد، ذكر مولد النبي، احتفال بمناسبة مولد النبي سنة. وين المولد؟ دي الآية. يا جفري يا صوفي طلع لنا منها المولد. تنزل بلعب ولا شنو؟ ده زي واحد قال لي استدل لي على وجوب صلاة الظهر فقال يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض. زي ده كده، ده برأ في اليمين وده ماشي براو في اتجاه تاني، ده كلام باطل وكلام فارغ ساكت. وينون الدليل انه في مولد في هذه الآية وانه المولد سنة مؤكدة؟ لو كان سنة مؤكدة لما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل الجفري الصوفي ده الذي لا يفقه شيء في الإسلام أبدا ولا في التوحيد ولا في الدين ولا في الفقه ولا في العلم، بس هو الكذاب ساكت، عرفته؟ لو كان اصلا سنه مؤكده الرسول ما فعل، كيف تكون سنه مؤكده؟ ولا امر به ولا راى انسانا فعله فاقره النبي عليه الصلاه والسلام، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. مولد الان رقيص، والشيء الحاصل فيه ده ما اصلا ما حصل عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند الائمه الخلفاء الاربعه، لا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وأنكروا العلماء كالمالكية وكغيرهم. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه. صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: خرج رجل في إحدى القنوات الفضائية يسمى الجفري ويدعي أنه صوفي معتدل ويلمز هيئة كبار العلماء وأنهم رفضوا. صوفي منحرف أو معتدل، صوفي منحرف قبوري والعياذ بالله. نعم، وسلمك الله، أنه زعم أنه معتدل. نعم، ما في شك كل واحد يبي يمدح نفسه. نعم، ولمز هيئة كبار العلماء وزعم إبليس أنه إبليس ماذا قال لآدم؟ قاسمهما إني لكما لمن الناصحين. إبليس يقول لآدم وحواء أنا لكم من الناصحين، وهذا ما هو بعيدا عليه، يقول أنا معتدل وأنا أي. نعم، العبرة ما هي بقوله، العبرة بأفعاله، هو ما يقوله وما نعم عقيدته الخبيثة. نعم، من يقول أن الأولياء يتصرفون فهذا كافر، كافر لا شك فيه، سبحان الله، الأولياء يتصرفون. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ربه ليس لك من الأمر شيء، فكيف يقال أن الأولياء يتصرفون؟ كذلك الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الناس جميعا أولياءهم وغير أوليائهم هؤلاء لا يملكون مثقال ذرة، كما أخبر سبحانه وتعالى، وكما قال أيضا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن فالذي يقول أن الأولياء لهم تصرف هذا كاذب، هذا مبتلي، هذا يريد أن يشيع الشرك ويريد أن يقرر الشرك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نقول بقول الله، الله سبحانه وتعالى يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك
لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.